هاد البنت انا من الخنازت ليا هكا وغدود ليا، راكم غتشوفوا الحاله ديالها كي دايره، راه عندها الدرجه السادسه كاع العافيه، وزيد تشوفوا كتشوفوا دابا الدبان والحاله حالت الله، والبنت مريحه ليا وكيحيدوا لها الحمل في خاضها وكيلصقوا لها في كرشه، لان بقاو كيقرطوا لي كرطوا لي كرطوا لي، تبقات لها غير جلده وحده ما بينها وبين المصارى، بقاو كيحيدوا لها الجلود من رجليها وتيديروا في خاضها وتيديروا لها في كرشه، باطها كله دابا متقو، البلاصه اللي حيدنا من الباسما كدوز بالدم، ما تنقدرش نقيسها. ودابا باش نديها تصواني كيخرجوا ليا بزاف، وكيقول لك تا باسمو ما عندهمش في السويسي، سيري شريها ليها، باش نشري لها انا هاد الباسمو؟ انا بنتي ما بغيتهاش تدود، هاد البنت ما بغيتهاش تدود، هاد البنت انا براسي عمية من عينيا، عندي السكر عندي جلد. ولدتها في 2000، ولدتها في 2000 عندها اعاقة ذهنية، يعني حسبها عقلها فحال الدراري الصغار، مول 3 سنين ولا 4 سنين العقل ديالها فحال هكاك. مهم كبرات هي طبيعيه عاديه كتفهمني كتعرف كل شيء، مهم مقابله حالتها راسها ما زعما ما عمرها ما تعباتني، لكن منين وقع لها المشكل هذا الدنيا تعذبات بزاف وتعذبت انا معها. دابا ترى لها الحريق هذا، ترى لها المشكل هذا، انا يا كان وقع لي راك عارف الانسان اللي ما تيلقاش باش يخلص الكره، راه مول الدار تيزعف علي، زعفات عليا مولات الدار خرجتني على برا، خليت بنتي في الدار، جيت خرجت نقلب على الكرام ما عنديش حتى باش نقلب، غير خرجت ملي خرجتني خرجت خليت بنتي في الدار، جيت لقيتها شعلات البوطه الصغيره وبغات طيب، قالت لك لي بات بغات تشعل البوطه الصغيره، شعلت تحنت على البوطه شعلت شدت لها العافيه في حويجه، يعني ملي هزيتها ديتها السويسي السيد الحسن ردوا عليا قال لي تديها لبنو سينا، ديتها لبنو سينا، المهم شدوها 45 يوم، 45 يوم دارت العملية، الجمعة السبت الحد الاثنين خرجوا عليا قال لي دي بنتك، خرجتها كل حديد كل شادينا بدوك الكرفوسات ديال الحديد شادين لها اللحم ديالها، وعاود رديتها ليهم غير صوانة ولا عاوتاني صيفطها ليا مبغاوش يشدوها تنعس لأنها تتبرا وتحيد الباسمو، نورمالمون خصها تحيد الباسمو ديالها. دابا بنتي أنا ريحات ريحتها خانزة، دابا ريحات ليا مثلا ما عنديش كراسة فاش ندي تصواني ولا شي حاجة، أنا عرفت نعرف ما ندير ما تصواني لا، وما كاينش قال لي اللي بغى يساعدني في السويسي ولا، واخا غويت واخا خاصمت واخا هذا قال لك ما عندهاش فين غتنعس كلشي عامر ما بغاش ينعسوا عليا، ديتها للرهيبات قال لي دازت عند الطبيب حتى حد ما بغى يشدها ليا، على هاد البنت انا ملي خنازت ليا هكا وغدود ليا، راكم غتشوفوا الحاله ديالها كي دايره، راه عندها الدرجه السادسه كاع العافيه، وزيد تشوفوا كتشوفوا دابا الدبان والحاله حالت الله، والبنت مريحه ليا، خص اللي يعاوني، خص اللي يشوف فيا، اللي سمعت الفيديو هذا وشاف فيا الله يجعل الحال انا في قلوبكم، عاونوني وساعدوني، رانا بالله لحد الان ما لقيتش باش نخلص لا الكرا ولا الدول دنيا ولا المصاريف، حتى البوسمو ما كنلقاش باش نشريها لا نبدل ليها، هانتوما كتشوفوا الدبان، هي الراسة دابا كدير الدب كتنشف الدبان، ما عنديش كي ندير لها. هي باش نشري قرعة تيمور نديرها ما عنديش، الله يجعل الحنان في قلوبكم، اللي سمعت الفيديو هذا وشافت الصور هذه الله يجعل الحنان في قلوبكم، عاونوني وساعدوني، عندها الدرجة السادسة وصلت لها الحروق، كيحيدوا لها الحمل في خاضها وكيلصقوا لها في كرشة، لأن بقاو كيقرطوا لها كرطوا لها كرطوا لها، تبقات لها غير جلدة وحدة ما بينها وبين المصارى، بقاو كيحيدوا لها الجلود من رجليها وتيديروا في خاضها وتيديروا لها في كرشه، هو بغات تصبر بغات تصبر على الجروح ما خلا، المهم زعما ما عرفتش كيفاش، واش العمليه ناجحه ولا ما ناجحاش ولا غير كمدوها وعطاو عليا، واش عمركم شفتوا شي واحد نورمالمون كيجلس 5 ايام في السويسي، 5 ايام في السويسي حتى كيبرى ليه الجرح ويطيب ليه، هي 3 ايام خرجوها السبت لحد ما تيكونوش نهار الاثنين جاو خرجوها، مبغاش يتفهم ليا انا هادشي، وكانت ردة الفعل ديالي شنو غندير، تصدمت وسكت اش غنقول، ما عندي ما نقول، ما كنويل ما نيرت ما قلت حاجه، قلت ما شاء الله قدر الله هادشي قدر الله، الحمد لله غير ملي بقات هي ما تحرقتش ليا في وجهها ما تشوهتش لها صورتها
وجات لها في كرش انا ما كنتش عارفه واش عندها الدرجه السادسه، قلت غادي غير يعاونوها وصافي، غادي غير يداويوها وتخرج. ولكن ملي شدوها 45 يوم، راه شنقول لك 45 يوم وهي في السويسي، شفتها كتحرك، دخلتها السويسي برجليها خرجتها بزحافه، ديتها السويسي على رجليها جبتها زحافه، ردت الفعل ديالي كي كانت راه تصدمت ملي شفت بنتي في ديك الحاله. حمدت الله وشكرته لقيت الجيران بديو الزقه طفاوله العافيه، بعدا هي خرجت للزقه وكتغوت طفاوله العافيه وعتقوها دغيا قبل ما تزيد. ولكن حالتها كلاتها في كرشه، لان لقيت الجلود كلهم هابطين لها ديال الحمى، كلها نبلت من جنابها من باطها، باطها لحد الان راه متقوب، باطها كله دابا متقوب، البلاصه اللي حيدنا من الباصمه كدوز بالدم، ما تنقدرش نقيسها. ودابا باش نديها تصواني كيخرجوا ليا بزاف، كيقول لك تا الباصمو ما عندهمش في السويسي، سيري شريها ليها. باش نشري لها انا هاد الباصمو؟ كاين شي سويسي ما فيهش الباصمه، شري سبارادرا، شري باصمه، شري بوماده ديال العسل، كدير 3000 قل 200 في الفرماسيان ديال العسل الحر، منين غنجيب لها انا هادشي؟ ما عنديش الامكانيات. اللي ملي ديتها لسبيطار الحومه قال لك الحاله هادي وسيد الحسن خاصها ترجع للسويسي اللي كانت فيه، ملي رجعتها ليهم حتى حد ما حافيه حتى حد ما داها فيه، حتى هو خمج ليها عاطي الريحه. والفخاد ديالها؟ الفخاد ديالها كانوا تحرقوا من هنا من القدام، ولكن قطعوا لها الطروفه من جنابها، من جنابها باش كيديرهم لها في كرشه. واش غنقول اللي شاف هاد الفيديو يعاوننا قبل ما تدود ليا بنتي، نقول قدر الله ما شاء، راه مستحيل عاونوني انا مزوقه فيكم، عاونوني الله يجعل الحنان في قلوبكم، راه يجعل لكم ربي نور في الدنيا والاخره، الله ينوركم الا ما شوفوا فيا لله في سبيل الله. اللي دار شي حاجه غيديرها لله والاخرته، ما غيديرهاش هو فات البنيه هادي، راه مرفوع على القلم. الله ينوركم والله يجعل لكم، يجعل لكم في ميزان الحسنات، اللي دار فيه شي خير الله يجعل لي في ميزان الحسنات. انا بنتي ما بغيتهاش تدود، هاد البنت ما بغيتهاش تدود، هاد البنت انا براسي عميه من عينيا، عندي السكر عندي جلال على عينيا، ما قادرش نقابلها. كي غندير داك الراجل قطع لها الفاصمه في المقاس، كنت غنقطع لها الحمام منا. الله يسهل امركم والله يجازيكم بخير، اللي شاف هاد الفيديو راهي يجعل الحنان في قلبه. يا المحسنين وقفوا معايا، هاد البنت هادي بغيتها الدواء، كوني ترجع ليا بنتي كي كانت. انا دخلتها السويسي برجليها وجدتها زحافه، ما كتوقف ما كتنوض ما تتجلس ما والو، ظهرها طاب من التحت مقوت الناس، ما تتنوضش ليا، وليت الا بغيت نقيصها ما كتخلينيش نقيصها، الا بغيت نبدل لها غير ليكوش ما تلقاش كيندير. لا ما خرجت طلبت 5 دراهم باش ندير لها ليكوش، ما كنلقاش لي يشري ليا ليكوش، ورحنا عايشين بتعط الله. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.